السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثلاثة من تنيات ياكي، هل يحتاج الدعاء لواسطة بشر؟ لا يحتاج الدعاء لواسطة بشر لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أي بعلمه. رواه مسلم. هل يحتاج يفلقالنا يسفلقالنا من الدعاء صلوت يسفلقوالنا لواسطة الدرش أجنين بشرين يسو أجنين يفلقالنا الدعاء من مالتنا عند سو حاجة اللبت السو من ناقر اندم ما يشل بكا اند تسانو سو راسون اي من دنو من ناقر ما يشلو يبالي اللي من ناقر ما يشلو ان السو لمسالي عند بتيلي اللو سو بملك تنقوان بينا قر الله يسمو الله يسمو بلبوست يالون الله يك الله يك اهم بالنا بالزمن درون ديون بزو يتاوك الله شو منبر افاتشو من ناقر ما يشل سووش بملكة دين دي لالوا بتعطي يا ملاكته النسو لسون كوان بتعطي ناقر اللو نوار اللم لا الله دمو يفلقو تنبي ناقرو بوستاتشو يالون هلو مشات ميك الله شو مانو الله ترو عند بتس نوروت من ناقر يشال الله لمنو ينمل سسات اللو انين كملمنات تكرو يالا عاي انين لمنهم ያው የገዛ ምክንያቱን ያቀርባል ምክንያቱ ተቀባይነት የለው እንዲያውም ወንጀል የሰራ ሰው እንዲያውም እኔ ደካማ ነኝ ያለ ሰው ለመጠናከር ወደ አላህ ለመቃረብ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅበት ዱዓ ማድረግ መለመን አይደል ስለዚህ ይሄው ይሄ አርስት መጣ ዱዓ ለማድረግ አገናኝ መሐል ላይ ሌላ ድልድይ ይፈልጋልን ምን የሚደረግለት ጫት ቡና ሌሎች ሌሎች ነገሮች ተይዞለት ነሸ ሀጃ አለብኝ ሀጃውን ሄዶ ይነግረዋል ይሄ 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 አለብኝ እንግዲህ አደራ ሰተኖታል ሀጃው ስኪወጣ ድረስ የበቃ ይነቃዱ አድርጉ ተብሎ አዳርጫት ይገዛለታል ራቱ ይቀርብለታል ባለ ሀጃው ይተኛል ከደከመው የሱን ሀጃ የተሸከመውሏ ምን ሊያርጉ ሙስባቸውን እየጎተቱ ሲሉ ያድራሉ እንዲ አይነት የሚባል ነገር የለም በሸሪዓ ይሄ ነው አይደለም የኢትዮጵያ ሁኔታ ايه بيه بيتو على الليل بكتما بغتر اندزينو على الليل سواج جنا دوان سياسبو مندنو ميسماتشو انان تمتابوت دوان سيبال مندنو اگرات شلي كوي اهود كساعتنو سرارفتيا اللي اهود كساعتنو بك ايه بك اينك ادوان من نارغو يتشجرو كوكا هاموس كنو هاموسم بكورتة تيادرال جوما ام بكورتة تيادرال كدامينم كزاز ميستوني دولنا فافار يو بيتوني لاتل فافار እሱ ጫቱን ተሸክሞ ይመጣል ከነ ግሩፖቹ አንድ ሳጠለስላሳ እስካሁን ድረስ ገና ዱዓው አልታሰበም ገና ለነሱ ዱዓ ሚሏት መቼናት ገና አልተጀመረች ከዛ ምግቡ ይቀርባል ተበላ አሁንም ዱዓ ገና ነው ቡና ይፈላ ይባላል ከዛ ልክ ቡናው ተንተክትኮ ሲወርድ ቁርስ ጀባ ቃሀ ጀባ ቀንበጥ ጀባ ምናምን ይባል አሁንም ያጮሃሉ ከዛስ እጣን ይጨስ ይባላል ዱዓ ገና ያኔ ነው እነሱ ጋር የሚጀምረው ቢስሚላህ እኛ ያልነው ይሁን አሚን እኛ ያልነው ይሁን መቼ አሁን ይላሉ በየቤታችሁ ይሄን ቀልዳ ላያችሁ ጨዋታ እኮ ነው የተያዘው ጨዋታ سبحان الله اسكمجي سو تشوفو بتي نورال اياك شريعنا لماوك
አሁን ይሄ እንዴት ዱዓ ሊሆን ይችላል? እናንተ ስታስቡት ዱዓ ማለት እንዴት ነው? ኡድኡ ረብበኩም ተደሩአን ወኹፊያ ጌታችሁን ለምኑት ምን አድርጋችሁ? ተደሩአን ተናንሳችሁ፣ ወኹፊያ በቃ ዝቅ ብላችሁ በኹሹ አዝናችሁ። አላህ እንደዚህ ነው የሚለመነው። ዛሬ የጮህት ማአት ሰማል የሴት ዱብርቲዎች መጡ ይባላል፣ የሴት ጫትቃሚዎች ማለት ነው። መረባ መረባ አልሰማችሁም? ሲሉ ሲጮህ አልሰማችሁ? በተለይ ሴት ልጅ ልትወልድ ነው አንድ ሳምንት ቀርቷታል ሲባል ሴት ዱብርቲዎች መጥተው ጫት ይቃሙባት ይባላል። لا حول ولا قوه الا بالله. ስለዚህ ዱዓ ተመልከት። አባታችን አደም አለይሂ ሰላም ከእናታችን ሐዋ ጋር ስተት ተፈጸማር ምን አሉ? ربنا ايو دعاء ማለት ይሄ ነው። ጌታችን ሆይ ظلمنا بدل انفسنا ነፍሶቻችን وان لم تغفر لنا انت باتمرن وترحمنا انت باتزنلن لنكوننا من الخاسرين ከከሳሪዎች እንሆናለን። دعاء እንደዚህ በቃ ታናሽ መሆነን ፈላጊ ድሃ በቃ ሐጃት በጠቅላላ እሱ ዘንድ እንዳለ አውቀ ተናንሰህ ምትለው እንጂ እንደዚህ የጮክ እንደ ኳስቲ ፎዞ ያፏጨ ይጨበጨባል አይጨበጨም? ሞቅ ሲላቸው ያፏጫሉ፣ ይመታሉ እጃቸውን። ሐጃው ጣዛሬ አቤት ዛሬ ተደረገ ዱዓ ሰባተኛው ሰማይ ተከፍቶ ምናምን ይላሉ። لا حول ولا قوه الا بالله ይባላል አይባልም? አላህ ይዘንልን፣ አላህ ይዘንላቸው፣ አላህ ይመልሳቸው። እድሜ ልካቸው እንደዚህ የተጃጃሉ አሁን አላህን አመለክን ሲሉ ምን ይባላል? ስለዚህ ይሄው ይሄ ጥያቄ መመለስ ስላለበት ነው እንደ ትልቅ አርስት እዚህ የመጣው። لا يحتاج الدعاء ጸሎት እኮ አይፈልግም ለዋሲጠቲ بشرين የሰው አዳራሽ የሰው አገናኝ አይፈልግም። لقوله تعالى كف يا الله سبحانه وتعالى قالن ما سرج جيزه እንግዲህ አዳርሱ ቢባሉ ኖሮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዳርስ ይችላሉ አይደል? ነገር ግን በህይወት በነበሩ ዘመን እሳቸው በዚህ መንገድ አልነበረም። ለተቸገረ ዱዓ ያደርጋሉ። ከምንም ሷሃባዎችም ራሳቸው ዱዓ ያደረጉ ማለት ነው። አላህ ምን አለ? واذا سالك بتيقه غزي من عبادي باريه بتيقه غزي عني سلني باريه بتيقه غزي فاني انيكو قريب قرب نين بلاچو قربنته بمندنو اجيبو ملسطالو دعوته ادائي يتطارين طري متي اذا دعاني بطرين غزي ايه نو قربنته. وقوله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا دمو يا الله صلاتنا سلام برساچو لا يهون ديالو صحاباوچن اسملكتو جيتاچن روق نو وي چوهن نطرا وي سيلوچو منالو انكم ان انتكو تدعون امتلمنوت سميعا سميكونو قريبا قربكونو وهو معكم كننتم غاركونو بقنف اي مالتم بعلمه باوقتو الله فاني قريب سيل قدم اني قربنين سيل باكالو نو ايدلم انقصو راسو ابرراو اجيبو ملسطالو دعوه الداعي يتطارين تري اذا دعاني بطرين غزي سلازي هو اي بعلمه باوقته نو. رواه مسلم امام مسلم زغبوا تعال 39 ጥያቄ هل يجوز الطلب الدعاء من الاحياء يجوز الطلب الدعاء من الاحياء للاموات قال تعالى يخاطب الرسول حيا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. 39 ጥያቄ هل يجوز يفقدالنا طلب الدعاء صلوتن متيق من الأحياء بهيوت كالو سوج
ዱዓ አድርጉልኝ ማለት ይቻላልን? መልስ የጁዝ ይቻላል። ምን ጠለቡ ዱዓ ዱዓ አድርጉልኝ ማለት ከነማ من الاحياء بهيوت قالو سوچ للاموات ማለት ከሙታን ካልሆኑት የሞተን ሰው ሳይሆን በህይወት ያለን ሰው ምን ማድረግ ይቻላል? ዱዓ አድርጉልኝ ብሎ መለመን ይቻላል። قال تعالى كف يا له الله سبحانه وتعالى عندي هلا يخاطب سيناغراچو منن الرسول ملكتنياو حيين بهيوت بنبروبت غيزي الله سيناغراچو نبي صلى الله عليه وسلم عندي هلا من سيل واستغفر لذنبك واستغفر مالت يقرتا لمن مهرتان لمن لذنبك لستته لونجله مهرتان لمن علاچو وللمؤمنين لا امين وندوچ والمؤمنات لا امين سيتوچم استغفار لمن علاچو كزي من ياز نبي صلى الله عليه وسلم በህይወት በነበሩበት ጊዜ ምን ተጠየቁ? ለራሳቸው ኢስቲግፋር እንዲያደርጉ አላህ ግን ያለፈውንም መጪ ወንጀላቸውንም ምሯቸዋል። አሁን ከዚህ አንቀጽ የፈለግንበት የትኛው ነው? ወሊል ሙእሚኒና ወልሙእሚናት ሚለው ነው። ለወንድ አማኞችና ለሴት አማኞች ምህረትን ጠይቅላቸው ተባሉ። ለምን? በህይወት ያለ ሰው ለሌላው ምን ማድረግ ስለሚችል ኢስቲግፋር መለመን ስለሚችል من يالن دعانا درقالن ربنا اغفر لنا ان لا لنا نلم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بأمنت لك الدمون واندمو تشاكشننم عند ولتنيا دعا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هي دعا يا زوم اندنو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهوي لو اند ماينوچ لسيت ماينوچ مارلن والمسلمين والمسلمات لو اند مسلموچ لسيت مسلموچ مارلن الاحياء بهيوت يالوتن منهم كنسوست والاموات كموتوتم ايهو بهيوت يالن بهيوت لالوت دعاء درغن معناتنو وفي الحديث الصحيح بتككلنيا حديث دمو الذي رواه الترمذي امام الترمذي بزغبوت ان رجلا عند قلسب ضرير البصر اين سور يهونه ان ياغر تلمدو اين سور يهونه سو مندنو ميبالو اين بصير يبالالا اور سو كمتا مندنو ميبالو اين بصير متوالكو مغبيس بصير مالت من مالت تملكاچ مالتكو اره اياچو ارل عندن نغر باوقت مياز ميتقمو زي لاينو አይኑ የታወረ ለማኝ ሲመጣ ምንድነው የሚባለው? አረ አይነ በሲር መጥቷል ቶሎ በሉለት ምናምን ይባላል። እሳቸው እኮ አይነ በሲር ናቸው ይባላል። አይነ በሲር ስለዚህ ትክክለኛው ምንድነው? ضرير البصر اعمى ሁለቱ ናቸው ትክክሎቹ። አነ رجلن عند جلسن ضرير البصر አይነ ስውር ሆነ አت النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ዘንድ መጣ فقال علاچو من علاچو ادعوا الله الله لمنولني ادعوا الله الله لمنولني ان يعافيني اندي اشرين عينين اندي گلطلني دعاء ادرگولني علاچو يتشالال معنات نو يهو سوچ من معنات بهيوت يالو سوچ دعاء ادرگولني امونيال معنات يتشالال خير 40 وان طياقي نياتنا تياجنت سلالات ناقومالن ما هي واسطه الرسول صلى الله عليه وسلم واسطه الرسول صلى الله عليه وسلم هي التبليغ قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد جوابا لقول الصحابة نشهد انك
قد بلغت رواه مسلم ما هي من دنو واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم تاديا ينبي صلى الله عليه وسلم عدراشنت من لينو واسطة ناتشو ايدلوم نبي صلى الله عليه وسلم بنيانا با الله مكاكل بمن اينت هونيتانو يساتشو بنيانا با الله مكاكل دلدي عدراشي هونوت بمن اينت منقدنو ما هي من دنو واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم يا جناينة درشة لمن ألمانو ملس واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تينيا يا دارشنة درشة شوكو هي التبليغ بمدرس لي بتشانو قال الله تلاك وملكت لينيا بمدرس لي بتشانو قال تعالى كف على الله سبحانه وتعالى عندها له يا أيها الرسول أنت ملك تينيا هوي ما ننو نبي صلى الله عليه وسلم بليغ أدرس ما أنزل يورد اللهن إليك ودانت يتورد اللهن من ربك كجيت أحزند ودانت يتورد اللهن أدرس درشات شوهنا واسطة يهونوت باللهن بنيا مكاكل أجنا يهونوت ساتشو من بمدرجنا الله مدر ليلة الله زبوش ملك تنيا ملكه كسو بتشاسله هنا بجبريل ما كان ينتهي درسات شو ملك لنيا لسو لجوش من هذا الرجل ساتشو أدرسوا بزيان كسم سارة الله من اندالو يا أيها الرسول أنت ملك تنيا هوي بلغ أدرس ما أنزل إليك ودانت يتوردون كما من ربك كجيتا ودانت يتوردي هونون وقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا دمو آلو اللهم اشهد آلو الله هوي مسكر اللي آلو صحابوشن حجة الوداع لي سبسبو يمج أرشوا حج لي على درسكم من آلو كذا صحابوش من الواتشو أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إتشين خطبة عليه اللي تسموات اللاتشو أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بللر من مالتنا ترقمو نبي صلى الله عليه وسلم على درسكم ويسيلو ملكتونو قال الله تلاكبة قال درسو من ليهون يالا ملكت قال لي درسو كدرسس مولتو المالتنا اليوم أكملت لكم للتوردنو قدي لببالو الساتشو ودى أخيرا ليهدونو سلزي منالو الساتشو على درسكم من سيلو صحابوش منالو أتشو نشهدو إن مسكر لن أنك أنتكو بلغت الرسالة كالله تلاكبة ملكتكو أدرسه لنال وأديت الأمانة يتطالب بهنم أماناكو مولتهال ونصحت الأمة أمة ونمدقمو بتهمان ينتكو مكره الله إينو قدي بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصحت الأمة ميلو ترقمو إينو خير سلزي نبي صلى الله عليه وسلم من دزي سيبالو منالو اللهم اشهد الله يمسكر اللين بلو تعتاتشو من هذا الرقون دزي إيشي يمسكر النت تعتمت بالون ودى سماي ودى الله يتقومو اللهم اشهد الله يمسكر اللين علو مالت جوابا مل سيستو لقول الصحابة لصحابوش نققر من لم ملو نشهدو أنا مسكر لنا لصحابوش أنك أنتكو قد بلغت برغتكو أدرسهال سيلو أتشو صحابوش الساتشو منالو اللهم اشهد علو رواه مسلم إمام مسلم زقبوتا نوح عليه السلام هزبوشو زطيمتو هم سامت دعوة درقول لاتشو أخيرا لي ملك تنيا متو لاتشو نبرو يسيبالو المتعلن بلو يوشال زطيمتو هم سامت دعوة درقول لاتشو بخاري لا يلا حديثو الله سبحانه وتعالى مني لوال نوح مالتنو ماني مسكر لها لوال محمد النهزبوشو يمسكروا اللي نعلي لها شوف ملك تنيوش اندزام تاقلو ميكادو اللو أخير عملي أرج الرش ملك تعلمت تعلنن بلو ميكدو مالو مالت نبي صلى الله عليه وسلم لنزا ود صحابوش على درسكم منالو أدرسو التبال الناس التاسبوت مالتو إهي أمة ما سرجان دال درسو سيوا نبت سيوا الأول لزيهو اللو ودكت يدرسو بمن يتنسار إهيو نبي صلى الله عليه وسلم أدرسو إهيدو تندين كمكة الفانتا سووش من اللي ودكونو هاكون كمكة ليلك باطل لي بمزفك أتشو سميت أتشو بمملك أتشونو سلزي شريعان بأوكت النيازو الله سبحانه وتعالى أوكت يجمر اللن مجارشاتشن نيسامر اللن أغراتشن سلام يدرق اللن
إخلاص بالبيت وشادرغن. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.